إذا تكلمنا فقط على البرنامج التنموي بعنوان 2024، فولايتنا استفادت من غلاف مالي يفوق 1500 مليار خارج البرامج السكنية. يضاف إليها ما تبقى من البرنامج الغازير الذي تم تسجيله بعنوان 2023، فالولاية حاليا تتوفر على اعتمادات مالية وأغلفة مالية طموحة جدا تفوق 4000 مليار سنتيم. ما هي إسقاطات هذه الأغلفة المالية على التنمية المحلية؟ نقول باللي إسقاطها كذلك وبالرجوع لتوجيهات السيد الرئيس الذي ألح على أنه التمويلات لابد أن تتوجه وفقط لخدمة المواطن. إسقاطات هذه الغلاف المالي تمثلت في عدة مشاريع مهيكلة. فبالنسبة لقطاع الصحة عندنا برنامج ومشروع مستشفى زمورة اللي راح يدخل في الخدمة في الأشهر القليلة القادمة. راح ننطلق في مستشفى في رأس الواد، راح ننطلق في مستشفى في الحمادية، راح ننطلق في مستشفى أمراض القلب بمدينة برج بوعريج. كذلك راح نفتحوا مستشفى لطب الأطفال بعد ما استفدنا من تجهيزات نتاعه على مستوى مدينة برج بوعريج. في قطاع التربية كذلك إسقاطات هذه الأغلفة المالية أصبحت واقع ملموس. أنجزنا متوسطة في معازة، أنجزنا ثانوية في الشفا، أنجزنا كذلك متوسطة على وشك الانتهاء على مستوى بير قصد علي، أنجزنا وانطلقنا في ثانوية ومجمعات ثانوية في عوين زريقة بمدينة برج بوعريج، وكذلك ثانوية بالقصد علي. في كذلك قطاع الطرقات بعنوان 2024 استفدنا من برنامج هام جدا. في الأيام القليلة القادمة سوف ننطلق في ازدواجية الطريق الاجتنابي لمدينة الياشين، سوف ننطلق في إعادة تأهيل الطريق المزدوج من عند مدخل مدينة برج بوعريج، سوف ننطلق كذلك في الأيام القليلة القادمة في الطريق الازدواجي 45 باتجاه مدينة المسيلة. هذه كلها إسقاطات تاع الأغلفة المالية والتي تحولت إلى برامج حقيقية سوف تدعم المشاة القاعدية لهذه الولاية. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.